طبعا بعض الشركات مشكلة عندهم يوم، يعني أنا من يوم الخميس، طبعا معاناتي من يوم الخميس جاي أركض على مود الحصة مالتي. المشكلة إن أنا شنو جاي يصير؟ جاي يصير يخلون أسماء قبلك، يعني أنا جاي الساعة 6 ألقى قدامي 24 اسم. منين اجت هاي الأسماء؟ ما أعرف، جاي يقول من يوم الخميس، من يوم الجمعة. وهالنوب إعلام البنك المركزي، تعرف أنا أفتر على المسار على الشركات كلها، يلا أعرف منو اليوم يوزع، لأنه ما نعرف. زين هذا منو يعرفه؟ لازم تاخذ استخاره عن متعرفه، لان ماكو، يعني لاكو اعلام يقول انه مع هذه الشركات راح توزع، ولاكو مثلا الشركات هي تعلن او البنك المركزي يعلن عنها. اكو بعض الشركات انا رحت لها يوم الخميس قال لي اعطيك بس 1000 دولار، قلت له ليش هذا 1000 دولار؟ شنو انا حصتي 3000؟ قال من العدد هواي. قلت له زين تعطيني وصل بال 1000 دولار ولا تعطيني وصل بال 3000؟ لا قال اعطيك وصل بال 3000. طبعا ها مناشده لوزاره الماليه، ارقام تليفوناتكم مال الشكاوي خلوهم مفتوحه لو تلغوهم، يعني لانه ارقام الشكاوي ما موجوده اصلا، ويعني اخابر من رقم الرقم ما كله مغلق. وهسه اذا انسب الكاميرا هم اخلي هذا رقم قسم الشكاوي بالبصره، خلي اتصل بيه بس الرقم. هذه شكاوي البنك المركزي فرع البصرة. والله حاليا الإجراءات ماشية هنا بالنسبة لهذه الشركة، واضح ما تبدأ أشوف أكو تسهيل بالأمور لحد الآن. يعني حقيقة أنا طالع من قضاء الدين، يعني الساعة 4:30 الفجر شوية طريق، تعرفين المسافة هذه، تعرفين مشاية وطريق مزدحم، وهذه يا دوبك قبل يعني صرت من وقت شوي وسجلت اسمي، كان بأوائل القائمة. ان شاء الله سننتظرين من عندهم ان شاء الله يصيحون الاسماء. ايش حاجه ما في قضاء بدينا شركات؟ والله ماكو، ماكو نهائي. دام وسعد فريتها فر، يعني جزء جزء ما حصل. من ذاك السبوع اريد احجز وجيت افتريت على المكاتب، الله شاهد احكي شغله يعني اللي شفتها، افتريت على المكاتب اكثرهن بالبصره بالعشار وبالجزائر. من ادخل يعني حتى صراحه ما يباوع، ما يقول لنا شنو الخبر، ما ادري. اجي له ثاني يوم شي يقول لي، يقول لي سلمت. الله ينطي العافيه هذا الحجي، والله العظيم شهاده لله. اجيت ذاك السبوع كانت اكو حاله مرضيه قدامي، جابوا انسان يعني مسوي عمليه براسه، مشاه الحجي وكانت الاسماء مقبطه، مشاه هو. والصراحه اجيت الساعه ب7:30، لان قد ما خفت وصار قلق عندي يعني من المكاتب واللي شفته، اجيت وهم لقيت الاسماء موجوده ومالت الله جاي يمشون مثل ما هي. انا حاضر من الصبح يوميا يراجعوننا مسافرين هواي جاي بكثره، يعني انت جاي تشوفين هسه الزحام، ومن نبيع نخلص احنا يجون على طول الاسبوع على طول الايام دام احنا قاعدين يجون يستفسرون اكو عندكم بيع مسافرين؟ اذا عندنا نقول لهم موجود، بس اذا ما عندنا نقول لهم ما موجود. بس البنك المركزي يحدد لكم حصه معينه من الدولار؟ اي نعم حصه تقريبا. الحين احنا مو هي شركات فئات اي وبي وسي، كل مواطن يستلم 3000 دولار. اكو بعض المواطنين ما اعرف شاكين للاعلام انه يوقعون نوقع على هم، طبعا المواطن اللي يستلم يوقع ويبصم مع تصوير، يقول انا اوقع على 3000 دولار واستلم 1500 ينطوني او 1000 دولار. هذا الحكي ما في، يعني ما على صحه، مستحيل الشركات تسوي. فأي مواطن عنده شكوى شيء يبلغني، أنا بلغ الرابطة. أول شيء متابعة من البنك المركزي، المسافر أكو مسافر ما يدور شركة، يروح البنك المركزي يقول له فلان شركة عندهم علم، فلان شركة اليوم تبيع، أوكي؟ الشغلة الثانية، الناس يقولون البنك جاي يعطيكم الدولار 132 و131، وأنتم تبيعونه بالسوق 153 أو 154. هذا الدولار اللي نستلمه حصة مسافر، لازم جواز أو تذكرة أو فيزا، عرفتي؟ نكمل هذا العدد، تكمل يطلع بالبنك المركزي، هاي المنصة بالبنك المركزي عندهم. أي دولار ما ينباع بالسوق مال المسافرين، مستحيل، ما حد يبيع، ما حد يتجاوز على حصة المسافر، كل أسبوع طبعاً إلنا حصة. هاي الحصة تكملها المسافرين ينطونك حصة مكانها، إذا مو مكملها ما يعطونك على قد البايع. المبلغ نقسمه على الأسماء ونكتفي بالاسم. إذا يجون مواطنين
يقول اريد ويشوف العالم موجوده، هاي هم مشكله، شوف العالم موجوده ويقول اريد، ليش ما تنطوني؟ يا بخلص اسماء، سجلنا اسماء، خلص الكميه، خلصت نبذت، لا طوني انا تعبان، دورت بالشركات، ما حد جاي يعطي. اكثر من مشاكل العالم جاي تجينا ما جاي يتقدر، يعني انا عندي اسماء من يوم الخميس جاي اسجل، العدد واصل عندي 112 واحد، يجيني شخص والله تذكرتي اليوم ضروري يوم تمشيني، انا ما اقدر امشي، اكو عوائل قبلي زين، واكثر الناس يطبع عليني والله هات تليفون تفضل احكي، واحد احكي انا فلان جهه تمشي، انا ما اقدر امشي، جاي نواجه تهديد، جاي نواجه اشكال، يعني هي معروفه القطع كل اسبوع، بس احنا ما نقدر نمشي القطع الواحد بيوم واحد.